تواصل محافظات الجمهورية أعمال التعقيم والتطهير بالشوارع والمباني والمنشآت ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد. للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا عبر الصوت والصورة الزميلة شيرين مجدي مراسلة إكسترا نيوز من الجيزة. شيرين، تحياتي لك في البداية وإليك الكلمة، تفضلي. تحياتي لك آية وتحياتي بالطبع لمشاهدي إكسترا نيوز في كل مكان. بالفعل أنا متواجدة في محيط جامعة القاهرة بمحافظة الجيزة، وهي النقطة التي انطلقت منها حملة مكبرة وموسعة لعمليات التطهير والتعقيم لأرجاء المحافظة بشكل عام كإجراء احترازي ووقائي في مواجهة فيروس كورونا المستجد. هذه الحملة ليست الأولى، بالفعل يعني كان هناك حملات قادتها محافظة الجيزة على مدى الأيام الماضية منذ بدء ظهور فيروس كورونا، وتم تكثيفها في الآونة الأخيرة. بيتم استغلال يومي الأجازة الجمعة والسبت حيث كثافات مرورية أقل للقيام بحملات مكبرة وموسعة، ولكن هذه الحملات مستمرة على مدى الأيام طوال أيام الأسبوع بالفعل. يعني هناك الحملات من اليوم انطلقت في الشوارع الرئيسية والفرعية بجميع الأحياء والمدن هنا بمحافظة الجيزة، وكذلك أيضا بيتم في هذه الحملات عمليات تعقيم للمباني الحكومية ومكاتب البريد ومواقف المواصلات مواقف الأتوبيسات بشكل عام ومحطات المترو وكذلك أيضا للمواصلات بشكل عام على مستوى المحافظة. هذه الحملات على مدى الأيام الماضية ساهمت في تعقيم قرابة 2500 شارع فرعي ورئيسي على مستوى المحافظة، وكذلك أيضا 4500 منشأة حكومية أيضا على مستوى المحافظة، كل ذلك بمشاركة قرابة 1000 معدة تقريبا في عمليات التطهير والتعقيم، وذلك بالتعاون بين محافظة الجيزة وهيئة التجميل والنظافة والطب البيطري. يعني الحملة انطلقت اليوم، وهذه الحملات مستمرة على مدى الأسبوع الأسبوع الكامل 7 أيام، وبيتم تكثيفها أيضا خاصة مع 8 مساء مع بدء حظر حركة المواطنين، حيث بيكون هناك في سهولة في عمليات التعقيم بالنسبة للشوارع بشكل عام. ربما هذه هي الصورة لدي، وبالعودة إليك أي مرة أخرى. زميلتي شيرين مجدي مراسلة إكسترا نيوز من محافظة الجيزة وتحديدا من أمام جامعة القاهرة، أنا بشكرك شكرا جزيلا يا شيرين على كل هذه التفاصيل.